اهلا بحضراتكم من جديد في مساء القاهره. وزي ما قلت لحضراتكم النهارده ضيفي شخصيه برلمانيه دوليه، هنتكلم معاه في ملفات كتيره جدا. هنتكلم معاه مثلا عن علاقه امريكا بالوطن العربي، دورها في دعم المنظمات الحقوقيه، علاقه اوباما بجماعه الاخوان، لماذا تاخر اعتراف امريكا بالاخوان كمنظمه ارهابيه. هفتح معاه ايضا ملفات كتير عن دور بعض الدول في دعمها للارهاب، وهساله ازاي تابع ما يسمى بثورات الربيع العربي. هساله كمان عن البرلمان المصري، هو شايف ازاي البرلمان المصري وانتخاب البرلمان المصري، وازاي كانت العمليه الانتخابيه هو شايفها. هساله ايضا عن دور مصر في المنطقه العربيه، ايضا هساله الكثير من الاسئله في الشان الامريكي الداخلي. حوار مهم جدا، أرجو من حضراتكم أنكم يعني تتابعوه معنا لأنه حصري وفقط لمساء القاهرة. معنا منورنا في استوديو مساء القاهرة عضو الكونغرس الأمريكي السابق ستيف ستوكمان، أهلا بحضرتك في مساء القاهرة. شكرا لك لاستضافتي. بداية أريد أن أسألك، كيف ترى موقف إدارة الرئيس الأمريكي أوباما من جماعة الإخوان؟ مستر أوباما، President Obama. الرئيس أوباما a Democrat. ينتمي للحزب الديمقراطي وأنا أنتمي للحزب الجمهوري، فهناك فرق كبير بين الفلسفتين. تيد كروستون أحد المرشحين للرئاسة في أيوا يريد أن يعتبر منظمة أو يعلن منظمة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. فهناك 30 مليون أمريكي وكثيرا من الآراء المختلفة، وهنا أيضا في مصر هناك آراء مختلفة، وهناك أعضاء كونغرس كثيرون مثلي لا يتفقون مع رؤية أوباما. تأخر أو هو متردد في إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية؟ الرئيس أوباما لديه كثير من الإخوان المسلمين في إدارته، فهو يعتقد أن دعم بعض الجماعات في آرائها يمكن أن يساعد الأمور في أن تسير في مسارها. وهناك في الكونغرس كثير من الناس من الأعضاء الذين يعارضون الكونغرس، وجئنا هنا من قبل لكي نتفق مع ما يقوم به الرئيس السيسي والدفاع عن هذه الأمة والأيديولوجية التي تقوم لا على الدين ولكن على السياسة. لا نعمل في حدود مغلقة، إن هناك حين يقول الرئيس شيئا فإن هناك أصوات أخرى قد تختلف معه في القاهرة وفي الولايات المتحدة. ماذا تفعل هذه الأصوات الأخرى التي تتحدث عنها؟ أنا كنت في لجنة الشؤون الإنسانية وكنا نرى بعض المآسي وهناك أيضا بعض الأعضاء الديمقراطيين الذين يعارضون جماعة الإخوان المسلمين داخل اللجنة وداخل الكونغرس. هناك بعض أعضاء الكونغرس الذين يتفقون مع السيسي ويتفقون مع الموقف المصري ويرونه ويفهمونه جيدا، ولكن هناك أعضاء آخرين يعارضون ما كنا نعتقده. طيب، خليني أسألك بصراحة، لماذا تغضب الولايات المتحدة من الإرهاب في دول بعينها أو في منطقة بعينها وتدعمه في أماكن أخرى؟ لأن رئيس الولايات المتحدة لديه سوء فهم وسوء تفسير لما يجري هنا. فإذا قرأت أو شاهدت البي بي سي أو فرانس 24 ساعة أو التلفزيون الأمريكي ستجدين قصة مختلفة لما يجري هنا. فحين نأتي هنا نرى الأمور بشكل مختلف تماما.
فهنا الناس قد يكونون هنا هو سعداء أو تعسى. أتحدث إلى الناس هنا وأعرف ما في قلوبهم وما يدور في أخلادهم. فإن في أمريكا وبريطانيا وفرنسا في التلفزيون الألماني أكثر عدلا وحيادية. أمريكا عمليات إرهابية بعينها، ولكن تحدث عمليات إرهابية أخرى في مصر ولا تدنها الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا السؤال عن ما هو تعريف الإرهاب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية واختلاف تعريفها للإرهاب من منطقة لأخرى. سنان أعتقد بصراحة أدعم، وكثير من الأمريكيين يدينون الإرهاب، والناس الذين يأتون هنا لا نريد الإرهاب أن يزداد. وكثير من الأمريكيين الذين يذهبون إلى مصر يعلمون أن مصر بلد جميلة ويحبون أن يأتوا إلى هنا، ولكن هناك بعض الأمريكيين الذين يعارضون بعض القيم، ويجب أن يعارضوا الإرهاب بكل أشكاله وبكل أنواعي. فحين تتحدثين إلي لا يصلني كلامك، فأنا لا أتحكم في وسائل الإعلام، وبعض وسائل الإعلام تدين الإرهاب والبعض الآخر منها لا يفعلون، وهذا أمر سيء ومحزن، لأن هناك كثيرا من الرجال والنساء ضحايا لهذا الإرهاب، فيجب أن ندين الإرهاب جميعا. يعني مثلا موضوع الكيل بمكيالين في مسألة ما يحدث بين إسرائيل وفلسطين، يعني ألا ترى ذلك نوعا من الكيل بمكيالين، أن أمريكا لا تعتبر ما تقوم به إسرائيل ضد فلسطين عمليات إرهابية؟ حسنا، أعتقد أن الرأي حين يصل إلى إسرائيل يحتاج إلى رأي آخر أيضا، ولكني لا أدري ما إذا كان كلاهما شيئا واحدا. فحين تنظرين إلى الموقف الفلسطيني فيجب أن يكون هناك حل، ولكن هناك هو الأمر مختلف. هنا سياسة رسمية، نحتاج إلى أن نحترم مصر وأن نشرك مصر وندمجها. لا أعتقد أن مصر لا تستطيع أن تفعل، هي دولة جارة، ونريد أن من السيسي أن يدخل في عمليات السلام وأن يساهم في حل هذه القضية. فمصر عامل حاسم في حل المشكلة الفلسطينية. طيب دعني أنتقل معك إلى ملف آخر، وهو ملف حقوق الإنسان والحريات. كيف ترى هذا الملف في الولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف هي حقوق الإنسان في أمريكا؟ عملت في مجال في لجنة فرعية لحقوق الإنسان في الكونغرس، والحين تتحدثين عن الحقوق الإنسان في أمريكا، فإننا نعمل كلنا حول موضوعات وأشياء كثيرة ومختلفة، فلا توجد دولة كاملة في ملف حقوق الإنسان، ولكن هناك في كل مكان. أعتقد أن مصر يمكن أن تلعب دورا مهما في إعطاء نموذج لحماية حقوق الإنسان واحترام الحريات الفردية وحرية الرأي وحرية الإعلام، ومصر والولايات المتحدة يمكنهما أن تعمل معا. كيف يمكن أن يعني تقوم الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بالتعاون في ملف حقوق الإنسان؟ يعني كيف تقترح ذلك؟ الناس الآن في الولايات المتحدة ومصر لهما تاريخ طويل. كنا أصدقاء لمصر منذ أيام كان الإنجليز هنا، ووقفنا إلى جانب مصر، ويمكنك أن تقرأ التاريخ. فقبل الثورة كان هناك كثير من السياح من الولايات المتحدة يأتون إلى مصر، فلقد إن مصر والولايات المتحدة يجب أن يضع يدهما معا للوصول إلى السلام وإلى الدخول في عملية السلام بشكل أفضل وأكثر. مصر إن مصر الآن لديها حوالي 100 مليون وسيتضاعف هذا في المستقبل وستتضاعف المشاكل. أنا أكن احتراما كبيرا لمصر، ومصر هي قائد وزعيم الأمة العربية. طيب يعني دعني أسألك،
لماذا تدعم الولايات المتحدة الأمريكية منظمات حقوقية بعينها؟ يعني المراقب لما يجري يلاحظ بشدة أن هناك بعض المنظمات الحقوقية الداعمة لها الولايات المتحدة الأمريكية. So you're saying, if I understand the question right, is why are certain human rights groups supported by the U.S.? Yes. Well, I think there's أعتقد أنه أيضا هناك اختلاف في المواقف. فبعض الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان لديها نوايا حسنة. ولكن استخدام هذه الجماعات لأغراض سياسية بخلاف ما قامت من أجله فهذا أمر خاطئ. والمنظمات الحقوقية جاءت إلى مصر يجب أن القادمة من الخارج يجب أن تستمع إلى الجانبين. وجماعات حقوق الإنسان تحاول أن تعمل داخل الإطار المحدد لها، وهذا يمكن أن يحسن الأمور. طيب، هناك بعض المنظمات الحقوقية أيضا التي نلاحظ أنها دائما وأبدا ما تصدر تقارير ضد يعني مصر. كيف ترى ذلك؟ يعني منظمات لحقوق الإنسان تتعمد دائما إعطاء تقارير سلبية بالنسبة لمصر. حسنا، في الإشارة لما تقولين والطريقة التي فهمت بها السؤال، أنهم يستخدمون جماعات حقوق الإنسان لأسباب سياسية. لا، هذه لا تعمل في الإطار التي تصف نفسها فيه، وهذا ليس التطبيق الصحيح. ليس صحيحا ولا معقولا أن تصفي موقفا جيدا أو إيجابيا بأنه موقف سلبي. فهناك بعض حقوق الإنسان يمكنها أن تفعل كل هذا لأنها تعمل بحرية في مصر. إذا فعلت ذلك في بلدان أخرى يمكن أن يقبض على هؤلاء الأفراد ويقدموا إلى المحاكمة، فهي أيضا مسؤولية تقع أيضا على الحكومة. فهذه الجماعات يجب أن تلتزم بالقانون وبالإطار التي جاءت لتعمل في داخله. فإذا تدخلت في أمور سياسية لا تعنيها فهذا خروج عن الإطار الذي جاءت تعمل في داخله. طيب، أريد أن أتحدث عن التمويل الأجنبي. لماذا تتبنى إدارة أوباما تمويل بعض المنظمات الحقوقية؟ ما هو دافعها لذلك؟ هناك كثير من الجماعات. الولايات المتحدة لديها جماعات كثيرة، فهناك الوزارة الخارجية، فهي تعمل حسب الميثاق وأحيانا تخرج ما تخرج عن هذا الميثاق. بالنسبة لمصر وبالنسبة لبلدان أخرى فإنهم يعكسون أشياء تخرج، وأتفق معك أنهم يخرجون عن الإطار، وهذه مشكلة على الولايات المتحدة أن تحلها. ويجب أن تتوصل البلدان إلى اتفاق بأننا يجب أن نحترم بعضنا البعض وأن نحترم شعب مصر وأن نفهم ما هي حالة هذه الجماعات. فهذا خطأ، وما يجري في مصر يجب أن يقوم على حوار بين وزارة الخارجية الأمريكية وجمهورية مصر. يعني أريد أن أفهم من حضرتك أكتر، إيه هي السياسة اللي ممكن تكون الولايات المتحدة الأمريكية بتتبعها ومن أجلها ممكن تدفع إدارة أوباما مليارات الدولارات لأن تدعم جامعات يعني أو منظمات يقال عنها أنها منظمات حقوقية؟ هناك إطار وطريقة للتعامل مع هذا. فكل 4 سنوات لدينا انتخابات في الولايات المتحدة، فالرئيس المسؤول مسؤول عن التغييرات، هو الذي يقوم بالتغييرات، وهناك إدارة تتفق مع الرئيس. مثلا كما قلت، فإن تيد كروز الذي كسب الانتخابات الأولية في أيوا معارض تماما للرئيس أوباما، سيكون جيدا لمصر لأنه يعارض الإخوان المسلمين ويعارض
تدخل جماعات حقوق الإنسان يحترموا البلد ويحترموا مصر. فحين يرى الناس في مصر شخصا كهذا يجب أن يذهبوا إليه وأن يتعاملوا معه. أنا متأكد أن هناك آراء مختلفة. أنا قد أحب القهوة وغيري يحب الشاي. فكل كل إنسان له آراءه وله اتجاهاته وكلنا لنا معتقداتنا المختلفة. فرئيس أوباما لديه بعض المعتقدات التي أعارضها أنا ويعارضها تيد كروز وخاصة فيما يخص ما يجري في مصر الآن. يجب أن نساند الدول التي تعمل معنا وتساعدنا وتعمل في مصلحتنا. طيب ده يخليني أسأل حضرتك، هل ممكن أنه ملف التمويل الأجنبي ممكن نعتبره ده أداة من أدوات الإدارة الأمريكية في التدخل في شؤون الدول الأخرى، الشؤون الداخلية طبعا؟ أعتقد under President Obama that has been used for tools. نعم، كانت تلك أداة مفيدة. هذا رأيي الشخصي. ليس فقط في مصر ولكن في نيجيريا وحتى في لندن في إنجلترا. إنه تدخل في الانتخابات وهذا تدخل في الشأن الداخلي. وهناك أيضا بعض الناس في بلدنا في أمريكا للتأثير أيضا في الشؤون الداخلية لبعض البلدان. ففي شهر نوفمبر سيأتي رئيس جديد، وحين يأتي السيسي ويتعاون مع الرئيس الجديد ستكون الأمور بشكل أفضل. إننا عندنا 70 عاما من العلاقات الجيدة بين البلدين. إذا كان هناك شخص في مسؤولا عن تمويل بعض الجماعات أو الجمعيات فإن ذلك يجب أن يتغير مع قدوم الرئيس الجديد. طيب وأنت تتحدث عن الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية ونحن نشاهد على الشاشات أحد المرشحين للرئاسة وهو دونالد ترامب، يعني وهو يقدم، يعني أراك وأنت تضحك يعني عندما ذكرت اسم دونالد ترامب وهو يقدم نفسه ويقدم حملته كأحد المهاجمين بشدة للإسلام وللمسلمين وأيضا للعرب بوجه عام. يعني كيف تتابعون ذلك وكيف تقيمون ذلك؟ Well, Donald Trump's an entertainer. Donald Trump, and he's been an entertainer. He's كان يعمل في الفن وهو يقول أشياء طريفة. ولا هو فقط يريد أن يلفت الأنظار إليه والفت وسائل الإعلام. ولكن لا أعتقد. أنا ليس المرشح، هو ليس المرشح الذي أؤيده. أنا أساند تيد كروز، ولكن لا أعتقد أن هذه معتقداته. إنه يريد أن يتحدث عن الإرهاب. وجيمي كارتر أيضا وأوقف إدارة كارتر أوقفت الهجرة بعض الوقت. فيمكن أن تفعل. إننا لدينا كثير من المهاجرين من كل دول العالم، وعندنا جالية مصرية كبيرة أيضا. وقد وجدت كثير منهم في الدائرة الانتخابية لي وهم أصدقائي. فأعتقد أنه سيحترم ذلك. هو جاء بهذه التصريحات فقط لكي يجذب النظر إليه، ولكني أشك أنه سيتخذ موقفا كهذا. وأعتقد أنه سيكون ذا علاقات جيدة مع مصر ومع كثير من الدول الإسلامية والعربية. طيب ده كان رأي حضرتك في دونالد ترامب، بس رأي المواطن الأمريكي العادي في دونالد ترامب وهو يعني بيهاجم الإسلام والمسلمين، وهل فعلا المواطن الأمريكي عنده تخوف من المسلمين والعرب؟ مثلكم، فأنتوا تعرضون الإخوان المسلمين. هل تعرضون الناس الأشخاص الإخوان المسلمين؟ لا، إنكم تعرضون الإرهاب والإرهابيين. إذا طبق الإخوان المسلمون القرآن كما هو مفهوم أو بشكل عادي فإنكم سترحبون بهم، وإذا لم يقتلوا الآخرين أيضا سترحبون بهم. فإذا
حين يتوقف الدمار والقتل انتهت المشكلة. وكذلك إنك إذا لم إن مصر تتعرف على المشكلة بشكل أفضل مما تنظر إليها الولايات المتحدة. فهناك فرق يعني بين المسلمين والإخوان المسلمين. في مصر هناك حكم قضائي يعتبر الإخوان جماعة إرهابية، ولم نعد نقول عنهم جماعة الإخوان المسلمين، لكن في الولايات المتحدة الأمريكية كان من الواضح ومن الجلي بشدة أن الإدارة الأمريكية هناك تحالف بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين، وكان ذلك جليا في الكثير من المواقف. السؤال صحيح. الرئيس بوش أعلن كانت هناك محاكمة لمنظمة قامت بتمويل جماعة الإسلام المسلمين. حين جاء أوباما تحول الموقف. ومرة أخرى أقول إن الرؤساء المختلفين لديهم آراء مختلفة. من سوء الحظ أننا ليست هناك رسالة ثابتة، ولكن الرسالة تتغير كل 4 سنوات أو كل 8 سنوات. طيب يعني كيف تقول ذلك ونحن نرى أن هناك مستشارين للرئيس الأمريكي باراك أوباما وهم ينتمون للإخوان المسلمين؟ صحيح. صوت أمريكا فيه كثير من أعضاء الإخوان المسلمين. حتى هناك بعض المستشارين الكبار من مساعدي الرئيس ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. لذلك أعتقد أننا يجب أن نعمل مع مصر وأمريكا لوقف الإرهاب وفتح ما قامت به جماعة الإخوان المسلمين. وأنا أيضا طالبت بإعلان هذه الجماعة جماعة إرهابية. فإذا أعلنت أن جماعة المسلمين جماعة إرهابية فإن ذلك سيحدث فرقا. فإننا نقول لا، إنه ليس الإسلام، إن أنت إذا لم تتوقف عن ذلك فإنك تسمح للناس بقتل الناس، فإنك تؤيد القتل الذي يقوم به الإخوان المسلمون. وهذا سبب بالطبع خطأ، وعرضنا وجود هؤلاء المستشارين في الإدارة الأمريكية. طيب كيف تفسر وجود اثنين من أخطر العناصر بجانب الرئيس الأمريكي باراك أوباما؟ يعني توم دونالن مستشار الأمن القومي سابقا، اللي هو كان موجود وقت حكم مرسي، وهو كان موجودا أيضا حتى شهر أكتوبر 2013، يعني كان موجود أثناء فض اعتصام 4، وأيضا سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الحالية، والتي بالطبع يعني دافعت بشدة عن الإخوان، ويعني ولا يمكن أن تنظر لأي جرائم يرتكبونها في مصر. أنت صحيح، أمر صحيح. هذا أنني لا أختلف أبدا معك. المشكلة هي أن معظم الأمريكيين لا يدرون وأنت ما تتحدثين عنه. أنا قلت ذلك لأصدقاء وقد صدموا. وأخيرا أمس رئيس الولايات المتحدة ذهب إلى مسجد قريب منه وينتمي بكل وضوح لجماعة الإخوان المسلمين. أنا عندي مشكلة في ذلك، وكثير من الأمريكيين يعتبرون ذلك مشكلة، ولكن هل هناك طرق لتغيير ذلك؟ نعم، نغير الرئيس، لكن الموقف في الشرق الأوسط يجعلنا نتهم جماعة مثل جماعة الإخوان المسلمين جماعة تقوم بأعمال إرهابية. ولماذا لا؟ إن لي أصدقاء كثيرين اشتركوا في حملتي واشتركوا في الحكومة، ليسوا من جماعة الإخوان المسلمين، ولكننا لا نتحدث ضدهم،
ولكن لأنهم يقومون بأفعال ضد مصالح. إننا نتحدث عن كل شيء. فكراهية الإخوان المسلمين ليست كراهية الإسلام والمسلمين. فهناك فرق كبير. يعني حضرتك دلوقتي قلت لي معلومة أريد أن أتأكد منها، هل بالفعل زار الرئيس الأمريكي باراك أوباما مسجدا محسوبا يعني يسيطر عليه حماس أو يعني جماعة الإخوان؟ أنا ممكن أديك يمكن أعطيك المقال على إديني في فيسبوك أو أي وسيلة اتصال وأنا أعطيك الخبر، ويمكن أن تقرأ الوثيقة كلها. بالنسبة لي هذا شيء مخيف، وهذا أيضا عدم احترام لكثير من المسلمين الذين يعارضون هذه الفلسفة، ولكن هذه هي الطريقة التي أدار أن يدير بها حكومته وإدارته. فلسوء الحظ أنه يجب أن أحترم إدارته، ولكني لا أحترم ما كان يقوم به ولا سياسته. يعني حضرتك ترى أنه من الصعب جدا تغيير السياسة الأمريكية طالما بقيت إدارة الرئيس الحالي الرئيس أوباما في موقعها، وأنك متفائل أكثر بالإدارة القادمة؟ بعد 10 أشهر سيغادر إن شاء الله، سيغادر الإدارة، وأمل أننا في خلال 10 أشهر لن يفعل كثير من الضرر، وسوف سنعمل مع رئيس السيسي لحل هذه المشكلة، ولكنها مشكلة خطأ كبير أن تدلل جماعة الإخوان المسلمين، ولكن معظم الأمريكيين لا يدركون أن هذا أن هناك فرق بين الاثنين. فبالنسبة فالأمريكيون معظم الأمريكيين غاضبون مما يفعله. فقد حققنا أكبر نصر في أمس في تاريخ الانتخابات الأولية الأمريكية. طيب أنا أعرف أنك تقود حملة ضد تحالف الولايات المتحدة الأمريكية مع جماعة الإخوان الإرهابية، سوف أسألك في هذا الموضوع، ولكن أعذرني سأخرج إلى فاصل قصير، أعود بعدها لمناقشة ضيفي الكريم ستيف ستوكمان عضو الكونغرس الأمريكي. أهلا بحضراتكم من جديد في مساء القاهرة، وما زال ضيفي في البرنامج هو ستيف ستوكمان عضو الكونغرس الأمريكي. كنت قبل الفاصل بسأله مجموعة من الأسئلة، يعني منها مثلا لما سألته عن إيه هي السياسة التي تدفع الولايات المتحدة الأمريكية لأن تدفع مليارات الدولارات لخدمة هذه المنظمات، يعني كان يعني مؤكد على كلامي جدا وقال ان سؤالك اكتر من صحيح، يعني هذا هو محل تساؤل، وانه يعني باستخدام هذه السياسات من الممكن ان تتدخل الولايات المتحدة الامريكية في الشؤون الداخلية لبعض الدول. ايضا عندما سألته عن دونالد ترامب، يعني المرشح رجل الاعمال طبعا الشهير و المرشح الرئاسي، وتصريحاته العدائية تجاه الإسلام والمسلمين والعرب وجه عام، ويعني هو بيقول أنا لا أعتقد أنه يعني ذلك، وأنه هو شخص مسلي، يعني أنه هو يعني دايما بيطلع بيقول، يعني هو استخدم كلمة entertainer اللي هو الإنسان المسلي، يعني بيطلع يقول كلام مضحك والناس بتضحك عليه. حتى أنا أول ما سألته وأول ما قلت كلمة دونالد ترامب هو على طول يعني ابتسم. طيب خلونا نرجع نستكمل حوارنا، ويعني أريد أن أسأل حضرتك عن بعض الملفات المستقبلية، ولكن قبل أن أسألك عن المستقبل أريد أن أسألك عن الحاضر. الملف العربي الأمريكي، كيف ترى تعامل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع بعض القضايا في الوطن العربي ومع بعض الأحداث التي حدثت في الفترة الأخيرة في الوطن العربي، كيف تقيم لنا ذلك؟ هذا سؤال جيد جدا.
بالنسبة للرئيس الذي عملت معه وهو الرئيس أوباما فإنه يتخذ موقفا مخالف لما أؤمن به. انظروا إلى الشرق الأوسط، فهناك حلفاء تقليديون، مصر والخليج والعراق وغيرها من الدول، وقد أدرنا ظهرنا لهؤلاء الحلفاء وعذرنا ظهورنا ليس فقط للشرق الأوسط ولكن لمناطق أخرى في العالم، وأجرينا أحلافا مع إيران وكوبا وكانوا ضدنا ومعادين لنا وسببوا لنا الكثير من الأضرار. فإذا استمررنا في إدارة ظهورنا لأصدقاء فإنك تعزل هؤلاء الناس وتتعامل مع ناس آخرين سيجلبون عليك الضرر. فهناك مؤسسات يهمها أن تجد مشاكل في الشرق الأوسط ومزيدا من الصراعات، وهذه السياسة كانت تحولا وكانت خطأ كبيرا لهذه الإدارة، وأمل أن الرئيس الجديد يغير سياسته تماما. آسف. أوكي. طيب خليني أسألك عن ثورات الربيع العربي وملف ثورات الربيع العربي، كيف ترى تعامل أمريكا مع هذا الملف الذي يدعى أنها ربيع عربي؟ أنا اندهشت كثيرا حين سمعت عن انتفاضة قيل إنها ثورة، أن الناس قتل فيها وكان الرئيسون صامتا، ولكن في أماكن أخرى تجد أن الناس يدفعون من كان الناس هنا في مصر سعداء حين استقال مبارك، وحين قام الناس وثاروا ضد مرسي فقال إننا لا ندعم ذلك. هذه سياسة غير ثابتة وغير منسجمة، فإنك يجب أن تكون ذا موقف ثابت ويجب أن تتعامل مع البلاد حال وفق المصالح التي تعود عليك. فهذه كان خطأ كبيرا، ويجب أن كان خطأ أن تدافع عن انتفاضة قد تعود بالضرر على بلد في الأخطاء التي تحدث عنها. إيه هي أهم الأخطاء التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في مساندة بعض الثورات؟ أين تكمن الأخطاء؟ Look at Libya right now. انظري في ليبيا الآن. كان القذافي متعاونا مع الولايات المتحدة ودمر أسلحة الدمار الشامل. ما كانش زعيما جيدا، ولكنه كان الآن من ليبيا الآن تضر بمصر. هناك داعش في ليبيا، هناك مشاكل في ليبيا أكثر مما كانت. فهي ليست ثورة ربيع، هي ثورة شتاء. فإن ما حدث بعد إزاحة القذافي أصبح هناك موقف أسوأ. كذلك هيلاري كلينتون كان هناك بعض الشخصيات والمسؤولين الأمريكيين الذين أسهموا في الاضطحاد بالقذافي، وهذه هي أخطاء. أعتقد أن المشاكل يجب أن ننضم إلى السيسي، نضع يدنا في يده كي نعيد الهدوء والاستقرار المنطقة. طيب يعني ونحن نتحدث معا أتذكر يعني أحد الفيديوهات المنتشرة لهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة التي اعترفت فيها أننا يعني دعمنا بعض الجماعات الإرهابية وهي الآن تعود بإرهابها لدينا. دعنا نشاهد الفيديو معا لنتذكره ثم نعود لنعلق عليه. نشوف الفيديو. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work.
And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these Mujahideen, and let's great, let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated, they lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow, because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. طيب شفنا الفيديو مع حضراتكم متشوقة إن أنا أعرف تعليق حضرتك على هذه التصريحات المهمة لهيلاري كلينتون. لا أريد أن أختلف معها ولكني سأختلف معها. فهي قالت إننا كنا نعمل مع باكستان وهذا ليس حقيقيا. إنها تقول ذلك لأنها هي المسؤولة التي ساعدت الناس الذين أطاحوا بقذف في ليبيا. فهي وقعت في المصيدة ويجب أن تتعامل مع القنابل الآن. فهي إنها ترفض الحلول التي تساعد الولايات المتحدة والآخرين. فهي نفسها تورطت في ليبيا في الإطاحة برئيسها والآن تشير بأصابعها إلى آخرين. ما حدث في أفغانستان هو أننا تركنا أفغانستان، انسحبنا منها، لعبنا دورا هناك وتركنا بعد أن غادرنا فراغا. وهناك آخرون استطاعوا ذهبوا إلى أفغانستان، وهناك طالبان الآن استولت على البلاد. فحين إذا ذهبت إلى لابد أن تدفعي ثمن ما كسرتي في أي، فإذا أحدثت ضررا في هذا في بلد ما فيجب أن تصحح الخطأ. وعملنا وقمنا وفعلنا أخطاء في هناك، والخطأ الذي تشير إليه أن لا يزال مستمر لأننا انسحبنا من أفغانستان وإننا لا أدري ماذا تقول عن باكستان. هل لازلنا نفرض عقوبات على باكستان أو غيرها؟ لا أعتقد أن ذلك يحدث، ولكن ما تشير إليه على أي حال فإن هيلاري كلينتون التي ترشحت للرئاسة وخرجت من أيوا كان يمكن أن تصبح رئيسة للولايات المتحدة، وتشير إلى سياسات قد حدثت خطأ بسببها، وتشير إلى سياسات أخرى لم تتورط هي فيها. فيجب ألا تلقي بالطوب على آخرين إذا كان بيتك من زجاج. طيب أريد أن أسألك عن موقف الرئيس الأمريكي من بعض الأحداث في بعض الدول، تونس. أعتقد أنه أمر سيء. تونس كانت مثل مصر، كانت هناك شخص أطلق النار على سياح، وهناك أناس كثيرون تضرروا من ذلك، وخاصة العاملين في السياحة. وحدث نفس الشيء في مصر حين وضعت قنبلة فوق طائرات، كان الروس يأتون هنا بأرقام كبيرة، وأمل أن يعود الروس وأن يعود الأمريكيون إلى مصر كسياح. فإذا استمر ذلك فإن الأمور ستكون مأساوية وستتدمر الاقتصاد، وهذا يضر بالعاملين من الرجال والنساء. فهذا أمر سيء، وأعتقد أن
وآمل أن تعود الاستقرار وتعود الازدهار إلى مصر وتونس. في شيكاغو هناك إذا أردت أن تكون كنت هناك في شيكاغو مثلا لا تشعرين بالأمن الذي تشعرين به في مصر على سبيل المثال. العراق أعتقد بالنسبة للعراق كانت أيضا هناك سوء تعامل، فكان هناك دولة إيران التي كانت الولايات المتحدة تتعامل معها بشكل أفضل، وكان هناك الأكراد لديهم اقتصاد قوي، وهناك الشيعة في الجنوب، وفي الوسط هناك مشكلات، وهناك داعش تسيطر على هذه المنطقة. لا أفهم كيف يمكن لداعش أن تسيطر على كمية كبيرة من الأسلحة للجيش العراقي، وكيف سمح الحكومة العراقية لذلك بأن يحدث. لقد تحدث أوباما عن انسحب من أفغانستان من قبل وترك فراغا، وأيضا من العراق وترك فراغا، ويجب أن يتقدم تقدم المساعد للأكراد بشكل أفضل. ولكن مرة أخرى هناك فراغ، انسحبنا من العراق كانت استدعينا مثلا من قبل الكويت للمساعدة، ولكن المشكلة ستواجه العراق لسنوات طويلة قادمة. طيب ترى أن العراق ستكون مشكلة تواجهنا السنوات القادمة، طب ماذا عن المعضلة السورية؟ وكيف ترى إدارة أوباما هذه المعضلة أو المشكلة؟ لا أشجع الحرب. وإذا طلبت الولايات المتحدة للتدخل، فتركيا طلبت على سبيل المثال الولايات المتحدة وطلبت السعودية بأن تدخل بقوة برية في سوريا، وأعتقد أن ذلك مشكلة طبعا وهذا خطأ. فبالنسبة لتركيا أعتقد أن السعود تريد من هذه مسألة مشابهة لما حدث في الاتحاد السوفيتي حين دخل في أفغانستان بطرد بعض الناس أو بتطهير البلاد من بعض العناصر والدخول لتحل محلها، فهذا حل عسكري وليس من الضروري أن يفعل بشكل عضوي، ولكنه جزء من خطة للنجاح في مواصلة التواصل للوجود الحكومة السورية. فأولا يجب أن نعمل مع مصر ونعمل معا حتى نصل إلى موقف موحد لحل المشكلة السورية. طيب يعني قبل أن أسألك أكثر عن تفاصيل بشأن مصر التي يعني ذكرتها الآن، كيف ترى أولا مخطط الشرق الأوسط الجديد؟ اهتمامي هو مصر كأكبر بلد في المنطقة، كبلد كلما كانت مصر مستقرة وقوية كانت أمرا جيدا على أمريكا وعلى الشرق الأوسط وعلى العالم كله، والرئيس الجديد أتمنى له أن يحقق كل ذلك وأن تزيد الصداقة وأن تزود السياحة، وأريد المصريين أن يأتوا إلى الولايات المتحدة كسياح ونحن نأتي هنا كسياح. طيب يعني كيف تابعت الموقف المصري في السنوات الخمس الأخيرة؟ هذا أمر جيد. لا أنني أقرأ صحفا مثل لا أخذ آرائي من الصحف، ولكني أذهب إلى المكان وأقابل الناس وأعرف منهم رأي. إنني أقابل الناس وأسألهم وما موقفكم من الحكومة؟ هذا انني لم اسمع شخصا يعيب في سيسي، انني
لأنني أريد معرفة الناس ومعرفة آرائهم. لقد قام في 18 شهرا أشياء جميلة وعظيمة مثل تطوير الطائرات وتطوير الطرق وفي طريقه لإقامة مفاعل نووي ويحسن المواصلات ويحسن التجارة، وعلى المدى الطويل سيفيد ذلك مصر ويعود عليها بالنفع كثير. والناس هنا أعتقد التلفزيون الألماني قال إن النمو في الاقتصاد في مصر وصل إلى 4%، وهذا أمر جيد جدا، وفي السنوات القادمة سيشعر الناس بتحسن وسيكون في جيوبهم أموال أكثر. أتمنى ذلك طبعا يعني. طيب يعني 30 يونيو هذا الحدث الجلل الذي خرجت فيه الملايين من الجماهير المصرية من أجل الانتفاض على حكم الإخوان، كيف من وجهة نظرك تعاملت الإدارة الأمريكية مع ما حدث في مصر في 30 يونيو وما بعد 30 يونيو؟ 30 events and what followed and the aftermath. كثير من الصحافة وصفت ما حدث ذلك، كان كل العالم يشاهد ويراقب ما يحدث، وكان ما يحدث في كل التلفزيونات الأمريكية، كلنا شاهدوا. لقد كان شيئا مهيبا، والطاقة والإيمان في بهذا البلد اللي ينتقف على قدميها الرجال والنساء والأطفال خرجوا إلى الشوارع. لا يمكن أبدا سحق مثل هذا التظاهر، ولقد خرجوا بدافع ذاتي. إننا بعض الناس يقولون إنه انقلاب، ولكن هذا عدد كبير من الناس خرجوا إلى الناس، وهذه ثورة، وكانت ثورة مدهشة. لقد اقشعر بدني حين رأيت الناس أن بهذه الأعداد، والناس سعداء بما تحقق من نتائج. فهناك مشروعات ستساعد على حل في مشاكلهم، وهناك اكتشافات غازية جديدة لزيادة الاحتياطيات، وهذه أشياء جيدة طبعا. طيب أريد أن أستفيد من خبرة حضرتك كبرلماني. منذ ما يقرب من شهر تقريبا ونحن لدينا برلمان في مصر منتخب، كيف تابعت الانتخابات البرلمانية المصرية؟ كيف تقيم لنا العملية الانتخابية البرلمانية في مصر؟ Well, as I also ran for office, and unfortunately, أنا أيضا دخلت انتخابات. والكاس الفوز في الانتخابات أمر جيد، والخسارة شيء غير جيد طبعا، ولكن هذا يعطيك إحساس المسؤولية. المسؤولية الآن ليست فقط العمل لأنفسهم، يجب أن يضعوا نصب عيونهم بلدهم، بلدك أولا. فهذا ليس هذه وظيفة ثابتة، إنك يجب أن تضع بلدك أولا، مصر أولا. يجب أن تكون أن تفخر بأنك مصري، وأن تكون أن تعمل في هذه المرحلة، وأن تقوم بتغييرات ديناميكية كبيرة، وأن يجب أن تدرك أن أفضل شيء هو ليس الكلام فقط، ولكن هو أن تخدم الناس، أن تعمل من أجل الناس الذين انتخبوك وأن تدعمهم. فهي خدمة عامة، فأنت معناها أنك تخدم العامة، تخدم الناس، فأنت لست رئيسا، بل أنت خادم لهم، فأنت خادم من انتخبوك، الرئيس السيسي. وهؤلاء الناس يعملون للناس كخدام وليسوا كسادة. كيف تابعت أداء الجلسات البرلمانية حتى الآن؟ Well, I'm probably an unusual American. I listen to foreign broadcasts, including. أنا أستمع إلى بعض المحادثات التي تصل إلى البي بي سي، واهتممت بها، وأيضا دون بعض الناس أعرف بعض الناس الذين وصلوا إلى البرلمان، فهي مشاعر عظيمة في هذه المرحلة الحرجة والعودة إلى الديمقراطية ووضع خطة للمستقبل. هذه لحظة جميلة حقا. هل زرت أو تنوي زيارة نواب برلمانيين مصريين؟ Well, yes. Without mentioning names, I don't want to. دون ذكر أسماء، نعم زرته. I had
تناولت القهوة. لا لا أدخن الشيشة ولكني دخنته هذه المرة. طيب يعني كان انطباعك إيه مع يعني من خلال كلامك معهم؟ I think they have a genuine concern. عندهم قلق واهتمام بالناس وهم أيضا مهتمين جدا وسعداء بأن أصبحوا جزءا من هذا البرلمان ومن هذا البلد. إنه أمر فعلا سعيد جدا أن تعملي من أجل بلدك وتخدميها. فما ترينه في بعض الأماكن مثل فنزويلا هناك فوضى وهناك نحن لا نصدق ما جرى. إنكم في بلد عظيم هنا سيكون هناك في الواقع أمر مثير فعلا وسعيد أن تكوني هنا في مصر وأن تشاهدي. في النهاية أسألك سؤال واحد أو رسالة توجهها لأكثر من رئيس. أولا رسالة للرئيس الأمريكي باراك أوباما. حسنا I wish him luck in his new life. أتمنى لك حظا أسعد في حياتك بعد الرئاسة بعد 10 شهور من الآن. ولكن بالنسبة للرئيس الجديد أتمنى لك أفضل شيء وأن يساعدك الله سبحانه وتعالى وأن تتخذ قرارات صائبة في سياساتك. فالـ30 مليون الذين انتخب رئيسا لإدارة البلاد آمل أن الرئيس الجديد سوف يكون أقرب إلى معتقداتي وأن يكون صديقا لحلفائنا إن شاء الله. السيسي الرئيس السيسي. حسنا مرة أخرى قابلت الرئيس السيسي وقد أعجبني جدا طبعا. أول شيء هو قدم وعدا وأوفى به وهذا لا يحدث من جانب السياسيين عادة. ثانيا هو لديه رؤية. فعندنا نقول إن الناس يعبثون برؤياهم ولكن الناس إذا قابلت إنسانا برؤية يرى بها المستقبل فأنت تثقين به. فإذا لم تكن لديه الرؤية فليس لديه شيء. السيسي له رؤية ولذلك أعتقد أن الأمر مهم جدا أن يعمل الناس معا ومع البرلمان لتحقيق رؤيته التي تصبح من خلالها مصر لاعبا كبيرا في الشرق الأوسط بل في العالم أجمع. أردوغان. أردوغان. Afghanistan, Turkey. No, Erdogan. Erdogan. Oh, well, he's good friends with the president. إنه صديق جيد للرئيس الأمريكي. وإذا نظرت إلى تركيا، لوجدت أنها دخلت إلى إلى الديكتاتورية. أريد أن أرى تركيا إنها على حدودها لا حدود مع سوريا في موقف صعب. وأريد أن وأتمنى أن تعمل أن تتعاون مصر مع تركيا وتكمل مع مصر في المستقبل لأن وأن تحترم تركيا مصر ولا تكون تتخذ موقفا عدائيا منها. فتركيا لها دور يجب أن تلعبه وأتمنى أن من أردوغان والسيسي أن يتعاون معا وأن يتغلب على الخلافات. وأعتقد أن أردوغان بحاجة إلى مزيد من الأصدقاء فهو في موقف حرج. طب أخيرا تميم القطري. That's where America gets or used to get a lot of their gas, but since we developed fracking, which is a horizontal drill, and we explode it and gas comes up. إنك الحين ذكرت الغاز فهو يسير بطريقته هو والدول الخليج تضغط عليه ويعود إلى خط الخليج وهناك وأمل أن قطر وتركيا أن يعودا ويتعاونا مع مجلس التعاون الخليجي وسيدركان ذلك وسيدركان أن السعودية ومصر على الصائبة أشكرك شكرا جزيلا. It was really a pleasure having you today in my show.
Thank you so much. شكرا جزيلا لك وقد استمتعت كثيرا لوجودي معك. أود أن أشكرك وأشكر وأحب مصر وأمل أن يزور مزيد من الأمريكيين مصر وأن يحضر. إذن كان هذا حوارا حصريا لمساء القاهرة من عضو الكونغرس الأمريكي ستيف ستوكمان الذي صرح بعدد من التصريحات الهامة جدا. أرجو أن تكونوا يعني قد توقفتم معنا عند هذه التصريحات التي أعتقد أنها ستكون عناوين الأخبار كثيرة في الفترة القادمة. بعد الفاصل في مساء القاهرة، والد النقيب محمد أو محمود الكومي يواجه الشباب المصري في مساء القاهرة، تابعونا.